السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية وأرق سلام، وأهلا بكم في حلقة جديدة ولقاء آخر من لقاءاتنا الأسبوعية في رحاب الأدب والفن. نتمنى أن تقضوا معنا فيها وقتا طيبا ومفيدا. ما ميز هذا الأسبوع هو انعقاد الدورة 30 من أيام الشارقة المسرحية، والتي تقام سنويا برعاية ودعم كبيرين وحضور من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة. وقد جرت فعاليات المهرجان هذا العام في قصر الثقافة ومعهد الشارقة للفنون المسرحية، واستضاف المهرجان هذا العام أكثر من 200 مبدع من المسرحيين والنقاد والكتاب من مختلف الأقطار العربية، أحيوا لياليه وأمسياته بالعروض المسرحية وبالبرنامج الفكري المصاحب على مدى أيام المهرجان السبعة. أيام مسرحية حقيقية عاشتها الشارقة، تجمع مسرحي عربي كبير في أحضان شارقة الفنون والإبداع. إنها الحلقة 30 في سلسلة المسرح الممتدة من عام 1984 وحتى اليوم، والتي ترنو إلى أبعد من ذلك، كيف لا ومن وضع حلقتها الأولى ورعاها ونضد حلقاتها بالاهتمام والسهر والدعم اللامحدود هو أبو المسرحيين والمسرح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي ستظل الأيام نابضة بالتوهج بفضل رعاية سموه الكريمة لها. افتتحت الدورة 30 بتكريم الفنانين الفائزين هذا العام بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها 14، وهما الفنانان صالح زعل والفنان سعود الدرمكي من سلطنة عمان، تثميلا لمسيرتيهما الإبداعية الثرية التي امتدت لأكثر من 4 عقود، وتقديرا لدورهما الكبير في دعم وتطوير المسرح وإثراء الدراما التلفزيونية، واحتفاء بمشوارهما الثنائي الفريد. ارتبط زعل والدرمكي في ثنائية فنية منذ بدايات حياتهما الفنية، فلقد أسسا إلى جانب مجموعة من رواد المسرح العماني أول فرقة مسرحية رسمية في مسقط عام 1980 وبرعاية وزارة الإعلام والشباب، واجتمع الاثنان في العديد من المحطات الفنية المهمة في المسرح كما في الإذاعة والتلفزيون على النطاق المحلي وعلى مستوى دول مجلس التعاون، وللمرة الأولى يتقاسم جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي فنانان اثنان من بلد واحد. كما كرمت أيام الشارقة المسرحية في دورتها 30 المؤلف والمنتج المسرحي والتلفزيوني القدير الفنان الإماراتي سلطان النيادي بوصفه الشخصية المحلية المكرمة تقديرا لمسيرته الفنية الثرية واحتفاء بمنجزه الفني والإداري في المجالين المسرحي والتلفزيوني. أيام الشارقة المسرحية يعني سنين وأنا أحرص على أن أكون متواجد في هذا المهرجان. الحقيقة يعني كل ما تي دورة الجفية تطور أفضل وأكثر نضج أيضا في الأعباء المسرحية اللي نشوفها في هذا المهرجان خاصة يعني. أما بالنسبة للجائزة يعني أنا جدا سعيد في غاية السعادة والامتنان والفخر أني أتشرف بالحصول عليها، والشرف الكبير أيضا بمصافحة صاحب السمو، يعني شيء صاحب السمو طبعا ما في شك أنه الراعي الأول والداعم والراعي للنهضة المسرحية ليس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما في أرجاء الوطن العربي يعني. فأنا سعيد جدا، سعيد وفخور، ويعني كان عندي أخي وزميلي سعود الدرمكي من ضمن يعني هذا التكريم، لكن حالته المرضية ما سمحت، أتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل.
افتتحت الأيام هذا العام بالعرض المسرحي الجزائري جي بي اس للكاتب والمخرج محمد شرشال وإنتاج المسرح الوطني الجزائري، وهي المسرحية الفائزة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في الدورة 12 لمهرجان المسرح العربي في عمان بالأردن. وقد اعتمد المخرج على تقنية العرض شبه الصامت متجاوزاً لغة الكلام إلى لغة الإيحاء التي جعلت الرهان صعباً في إيصال الفكرة. قدم في المهرجان 13 عرضاً مسرحياً تنافست 7 منها على جوائزه المختلفة. أحد تلك العروض كان مسرحية أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي لفرقة المسرح الحديث بالشارقة، ويناقش العرض قضية الأخلاقيات الفطرية والمكتسبة عند الإنسان منذ ولادته وحتى ينتهي عمره، ومدى ارتباط الآخرين مع بعضهم البعض من خلال الطبائع والعادات والسلوكات والمبادئ. إنه الكيس الذي نبذوه، كيس لا 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 يصلح للاستهلاك الآدمي، تخلصوا منه مثلما أرادوا الانتهاء من حكاية المجنونة كما سموها. المجنونة في جرأة موضوعها، جسارة طرحها، رهبة نهايتها. دعوه إنه يهدي، كلنا يدافع عن حكايته. هيا دعوه. تريه فحكايتي تختلف، كتبتها لأنها تخصنا جميعا. إيه لا تتحدق علينا، بل سأسردها لكم ليقول الحق كلمته. أرجوكم اسمعوني، أنا لن أرويها من أجل المتعة، إنما لحمايتها من العبث في مجرياتها. ألا تساعدونني؟ ولماذا نساعدك؟ لتخرجوا من مزملتكم ونبقى بلا رحم يعوينا. هذا هو الجنون بعينه. الجنون هو أن تجعلوا المزابل هذه مقابركم. لحظة يا رفاق، لحظة. تعالوا إلى هنا. لا ضير بشيء من اللهو يا رفاق. لا ضير. تعالوا. وكيف تريدنا أن نساعدك؟ كيف؟ شاركوني حكايتي، قولوا معي شخوصها لنرويها معا، ربما يعتبرون فتزول المزابل. لا نريد أن تقيدنا رؤية المكان ولا الشعور بالزمان، فتحقيق المعجزات لا يرتبط بهما وما نحن بصدده، بل ما قد حققناه في هذا الصدد يعتبر شبه معجزة. عرض آخر قدم في المهرجان وهو حارس النور لفرقة مسرح دبي الوطني، ويتناول العرض قصة اجتماعية ذات أبعاد إنسانية مهمة وبلهجة إماراتية لا تخلو من مشاهد الكوميديا السوداء. وتسرد المسرحية قصة مبخوت حارس المدرسة الذي أفنى عمره في خدمتها، إلا أن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية تدفع إدارة المدرسة إلى الاستعانة بالخبراء الأجانب للتطوير، ما يجبر مدير المدرسة الجديد على الاستغناء عن مبخوت. كيف
اليوم وصلت فيه ليل ونهار كيف؟ كيف تحرمني من صوت صغاري اللي ساكن بس هذا كيف؟ كيف تحرمني من مبتدا ومشتي وامي باتصال كيف؟ كيف تحرمني منه كيف كيف كيف؟ انزين ما اجي الصبح دق الجرس وصغاري يمشوا من يدخلهم؟ من يوقفهم من الطابور؟ من يدخلهم في بوبهم؟ من يعمل مثل الجاثم يضيعهم منهم؟ ما بنقول. وهناك مسرحية صبح مساء التي قدمتها فرقة مسرح دبي الأهلي، لكن الحكاية التي قدمها العمل جاءت غارقة في الرمزية، يصعب على المتلقي أن يعرف أين تجري وقائع العمل أو في أي زمن ولا أسماء للشخصيات. وبدت في المشهد سيارتان حقيقيتان، بحيث يحيل هذا المشهد إلى جزء من مدينة حديثة، وظل هذا البعد المرئي من العرض كما هو منذ البداية إلى النهاية. يا له من صباح! المدينة الفاضلة لم تدفع ما عليها من أجر إلى دار العجزة، والعجزة ساهموا في سن قوانين هذه المدينة والتنظيف. أهلاً أهلاً. التنظيف أيضاً تم من خلال عزف السيدات المعزوفات بأقدامهن. أوه، أنا أحتاج للشرب. لا لا، لماذا الشرب حرام؟ لابد من الاتصال لأن هذه المعلومات معقدة وأنا لا يمكنني أن أوصل إليها. لنتصل. إياك والاتصال سيدي، ولكنك أنت من طلب الاتصال. والآن أمرك بعدم الاتصال، يمكنني تخطيط هذا الحادث وحدي. ماذا تريدين الآن؟ لما نفتح هذه الصفحات المطوية؟ أنا لم أرد فتحها، ولكن تجاهلكم المتعمد لنا جعلنا للخروج. ماذا كنت تريد؟ ها؟ أن ننتظر الموت ولا يكترث لنا أحد؟ هل يمكنك أن تأتي بدون هذه الدراما؟ وكيف أصل إليك؟ والأمة لا يتحركون سوى من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، أبوابكم مغلقة حتى التاريخ قدم تغييره. كفانا من هذا الكلام، ماذا تريدين؟ صاحب انعقاد الدورة الثلاثين من أيام الشارقة المسرحية برنامج ثقافي حفل بالعديد من الأنشطة، أبرزها الملتقى الفكري الذي جاء هذه السنة بعنوان المسرح والبحث الأكاديمي اليوم، الإشراقات والإشكاليات، بمشاركة نخبة من الباحثين والنقاد العرب. كما استضافت الأيام دورة جديدة من ملتقى أوائل المسرح العربي الذي ينظم سنويا ويحتفي بالمتميزين من طلبة معاهد وكليات المسرح في الوطن العربي عبر سلسلة من الورش التدريبية والمحاضرات واللقاءات الثقافية. والشيء الذي أثر الأيام هو الندوات التطبيقية المخصصة لقراءة ومناقشة جماليات الأعمال المسرحية المشاركة وسماتها الفنية وخصائصها الفكرية. والله صحيح، صراحة أنا جدا جدا سعيدة بالمستوى الذي يصل إليه مهرجان أيام الشارقة، لأني متابعة له منذ سنوات طويلة طويلة جدا جدا، حتى قبل لا أنا أشارك فيه، ويعني تشرفت أني شاركت في أكثر من دورة، فأنا أشهد سنة بعد سنة إلى أي مدى هذا المهرجان يقدم الكثير من العروض المتنوعة، فيها تجديد، في مواهب جديدة قاعد نطلع عليها، في تطور المسرح الإماراتي، وهذا شيء نفخر فيه حقيقة، وتتاح الفرصة لنا بأن نتعرف على زملاء فنانين ومبدعين من جميع الدول العربية، وهذا بالتأكيد يثري أي فنان وأي مبدع عربي. وأنا عن نفسي أعتبر نفسي ابنة الأيام صراحة، لأن هذا الزخم في الندوات وفي السهرات وفي الاحتكاك مع الزملاء والمبدعين ساهم في نضج الفني، ففي كل دورة من عمر المهرجان نعتبره يضاف لرصيدي الفني أيضا. من الإصدارات الهامة في هذه الدورة من المهرجان كتاب أيام الشارقة المسرحية 1984-2019 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. استهل سموه كتابه بمقدمة عاد فيها إلى بداية عام 1979، حينما عكف سموه على وضع خطة مدروسة لإعادة الشباب إلى الاهتمام بمجالات الثقافة. وقد عزم سموه كما يذكر أن يولي الآداب والفنون اهتماما بالغا في المرحلة التالية. الكتاب له أهمية توثيقية ثقافية، كونه يستعرض بشغف تجربة تأسيس أيام الشارقة المسرحية في نسختها الأولى من 20 إلى 26 من مارس عام 1984، ثم تليها الثانية في الفترة ما بين 28 من مارس حتى 4 من أبريل عام 1985.
وعرضت فيها 10 مسرحيات ل10 فرق مسرحية في الإمارات. يوثق سموه في كتابه هذا مسيرة أيام الشارقة المسرحية حتى دورتها 29، مقرونا كل ذلك بحديث ممتع ومسهب وموثق يقدم للقارئ كل ممكنات التطوير والتنامي التي حدثت لهذه التظاهرة الثقافية على مستوى العروض وتكريم الفائزين والرواد من مسرحي الإمارات والعرب، وذلك المزاج الفني الرفيع الذي اعترى مناخ الأيام التي صنعت نجوم الفن المحلي حلي ورسخت العديد من التقاليد المهرجانية وحوار التجارب بين الأجيال المسرحية. صاحب الأيام معرض للكتب المسرحية في فنون ومجالات المسرح كافة، من تمثيل وإخراج وسينوغرافيا وتأليف ونقد وكل ما له علاقة بأبي الفنون. كما أصدرت دائرة الثقافة في الشارقة أحدث الأعداد من مجلاتها المختلفة، الشارقة الثقافية والحيرة من الشارقة والقوافي والشرقية والوسطى والرافد. وواكبت الأيام نشرة يومية غطت العروض المقدمة والندوات المصاحبة والفعاليات والأنشطة، وللتعبير عن الآراء في هذا المهرجان المسرحي العربي الكبير الذي يكمل هذا العام 30 عاما من عمره. في أحد أعداد نشرة الأيام كتب الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رد الحارثي تحت عنوان فرحة العيد يقول: تأتي أيام الشارقة المسرحية دوما كموسم حصاد، كفرحة عيد يلتقي فيها المسرحيون من داخل الإمارات وخارجها في فعل ناضج مثمر يعيد إليك روحك المسرحية ومشاغباتك وتداخلك مع المسرح من المسرح وللمسرح. ويواصل قائلا: وكمواسم الخير الكثيرة في الشارقة يأتي مهرجان أيام الشارقة المسرحية ليقدم لنا روحا من الإبداع وطاقة من العمل اليومي الصاخب لفعاليات كثيرة تبدأ من المسرح وتنتهي به. إلى أن يقول: قبل أيام كنت أتحدث في ندوة عن القوى الناعمة، وكانت الشارقة مثلي الأكثر قربا من مفهوم استخدام القوى الناعمة المثمر جدا من خلال الكثير من النماذج في المسرح والشعر والقصة والرواية والبحث والمسابقات الإبداعية التي تقدم فيها دائرة الثقافة بكل مناشطها فعلا متكاملا ناضجا واعيا لتأثير وأثر القوى الناعمة. استمراراً لدوره في خدمة الشعر العربي واللغة العربية والمحافظة عليها ونشرها، ينوع بيت الشعر في الشارقة في أنشطته وفعالياته، فبالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية والفكرية وإصداره للدواوين الشعرية والمجلات وأبرزها مجلة القوافي، يقيم بيت الشعر في الشارقة سنوياً ورشة فن الشعر والعروض. هذا الأسبوع نزلت كاميرا أدب وفن إلى بيت الشعر ونقلت جانباً من إحدى محاضرات ورشة فن الشعر والعروض. هكذا في كل عام يفتح بيت الشعر في الشارقة ذراعيه لمحبي الشعر على اختلاف جنسياتهم وتفاوت أعمارهم من رجال ونساء وشباب وأطفال لتعلم فن الشعر وإتقان العروض في ورشة أطلق عليها ورشة فن الشعر والعروض، وتأتي بمشاركة عدد من المختصين. ويحرص البيت على تنظيم هذه الورشة لما لها من أهمية بالغة في التعريف بعلم العروض وما يتعلق بالقصيدة العربية من جماليات فنية جعلتها حاضرة في كل العصور. الدورة جميلة وممتعة واستمتع فيها، في كل مرة أشارك فيها أطلع بفائدة أكثر وبمعرفة أكثر، وسبب التحاقي هو انتقال من جمال الحرف الخارجي إلى جوهر الحرف الداخلي. بالنسبة للدورات السابقة كانت جدا رائعة، لأن الأساتذة متمكنين جدا من مادتهم العلمية، فهذا التمكن يعرفون حتى مستوى الطالب كيف يبدأون من يشرحون، بسبب تمكنهم عارفين كيف يشرحون يوصلون المعلومة للطالب. وأتأمل أن هذه الفترة أعتقد الفصحى راح يكون أكثر طاغية عليه، لأنه كان في كل مرحلة في توجهات أكثر، في أحيان يكون التوجه الحديث وفي أحيان يكون التوجه الشعر التفعيلة، فالسنة لا تفعيلة أكثر، فمتأملة أشياء أكثر.
الدكتور محمد الأمين السملالي أحد الأكاديميين المتخصصين يلقي محاضرة ضمن برنامج الورشة حول أهمية اللغة العربية بالنسبة للشعراء، والتي من الضروري أن يوليها الشاعر عناية كبيرة حتى يصل إلى مستوى متقدم في تجربته الشعرية. موضوع أهمية اللغة للشعراء من أهم المواضيع التي يجب أن يتطرق إليها بيت الشعر طبعا، لأن اللغة هي وعاء الشعر. الشعر يتكون من أخيلة ومشاعر، لكن ومن لغة تصب فيها هذه الأخيلة. فقد يكون الشاعر أو صاحب الفنان بشكل عام يكون ذا موهبة ولديه إحساس عال، ولكن إذا لم تكن لديه لغة ليصب فيها هذا ويقدمه بشكل مناسب فسيكون نصف شاعر. لذلك الشاعر لابد أن يعرف مستوى معين على درجة معينة من اللغة. قد لا يطالب بأن يكون عالما لغويا، ولكن لابد أن يتقن أدواته اللغوية، وذلك بأن يتطرق إلى بعض المسائل ويلم بها من قبيل معرفته الواسعة بقاموس اللغة العربية، أن يستحضر الكثير من المفردات العربية التي يوظفها باختلاف السياقات التي ينشئ فيها الشعر، وأن يعرف شيئا عن أساليب العرب السابقين وعن أساليب الحداثة وتطور اللغة من زمن إلى زمن، لأن اللغة مثل الثوب، هي تبلى وتتجدد، ولا بد للشاعر أن يجدد ثوبه لكي يجذب جمهوره. يحرص بيت الشعر دائما على الإسهام في كل ما يحافظ على اللغة والشعر العربي الأصيل الممتد عبر الزمن والضارب بجذوره في التاريخ، وذلك وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى الشعر واللغة اهتمامه ورعايته لإيمان سموه بأنهما هوية العرب. ومن هذا المنطلق يحرص بيت الشعر على إقامة هذه الورشة لاكتشاف الطاقات الإبداعية الجديدة. هذه الدورة لا شك أن لها نتائج قيمة ومفيدة، وهي كما قيل مثلا تتعلق بالشعر وما أدراك ما الشعر. فالنتائج المرجوة من هذه الدورة هي أن يخرج المنتسب إليها شاعرا قويا متمكنا من اللغة والعروض والأسلوب، ويتقن فن القوافي. هذه هي النتائج المرجوة من هذه الدورة. فإتقان بحور الشعر وإتقان القوافي والغوص في معاني اللغة العربية وبحرها الواسع، فهذه هي مخرجات هذه الدورة إن شاء الله تعالى. ونحن لنا الشرف بالانتساب إليها، ولنا الشرف أيضا بالانتساب لبيت الشعر في الشارقة. تتضمن الورشة محاضرات تطبيقية في علم العروض وشعر التفعيلة وفن الإلقاء الشعري، كما يتضمن البرنامج ندوة حول جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي وقراءات شعرية. ناقشت هذه المحاضرة من الورشة عددا من العناوين الخاصة باللغة في الشعر. أولها الكلام عن الشعر ديوان العرب، عن هذه المقولة وتجلياتها وحقيقتها وأبعادها. الشعر ديوان العرب، ما من أحد يلم بالشعر إلا ويسمع هذه المقولة ويكررها. النقطة الثانية عن الشعراء وتقعيد اللغة، مشكلة الشعراء مع القواعد، وهل يقبلونها وهل من حقهم أن يخرجوا عليها، وهل الشعراء لهم معاملتهم الخاصة. نقطة أخرى عن الطبع والصنعة، اللغة قديما وحديثا، كان هذا الإشكال مطروحا قديما بقوة، والآن بسبب التطور اللغوي قد تراجع، لكنه على كل حال ضروري لمعرفة تاريخ الشعر، الفرق بين الشعر المطبوع والشعر المصنوع. كما سنتطرق إلى الرقة والجزالة، هذه مفاهيم معروفة في الشعر تتعلق باللغة. تختتم ورشة فن الشعر والعروض بالاحتفال باليوم العالمي للشعر في 17 من مارس بمشاركة نخبة من شعراء الإمارات والوطن العربي. انتهى اللقاء وتوقف المشوار هذا الأسبوع في رحاب الأدب والفن، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
مشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.